طيب نبدأ تاني مع بعض بقى يا شباب. قلنا عندنا هنا هنبدأ الجزء دوت الخاص بيوم نايم فراغي، اللي هو السؤال اللي بيبدأ بالفعل. قلنا السؤال اللي بيبدأ بالفعل ده بالنسبة لي ليه عندي شكلين، الشكل الأول سؤال مثبت والشكل التاني سؤال منفي. طب ايه الفرق ما بين الاتنين؟ قلنا الأسلوب بتاع السؤال المنفي بيبقى فيه كلمة اسمها كاين أو كلمة اسمها كاينة أو كلمة اسمها نيشت. يبقى في حالة إن السؤال فيه أي كلمة من الكلمات دي يبقى السؤال بالنسبة لك سؤال منفي. طيب في حالة إن أنا خلاص حددت إن السؤال مثبت أو منفي، قلنا عندنا بالنسبة لي بعد تحديد نوع السؤال، السؤال اللي إحنا قسمناه اتنين ده على أساسه ببدأ أحدد الإجابة. يبقى أنا كده بالنسبة لي أهو حددت السؤال المثبت والمنفي. طيب تعالى بقى نكتب مع بعض أساليب الإجابة. المثبت بستخدم له حاجة من اتنين، يا ودر ناين، وهو ده اللي هو اداهولك هنا، وادي كلمة يا وادي كلمة ناين. طب السؤال اللي فيه أسلوب من أساليب النفي، حاجة من اتنين برضه هتستخدم، كلمة اسمها دخ وكلمة اسمها ناين. نفس فكرة كده نشت، تمام؟ وزي ما انت حضرتك شايف ادي كلمة ناين وادي كلمة دخ. يبقى انا بالنسبة لي بعد ما بحدد نوع السؤال يبقى انا السؤال قسمته لنوعين، سؤال مثبت وسؤال منفي. طب الفرق ما بين الشكل الاول والشكل التاني ان السؤال المنفي بيبقى جواه اسلوب من اساليب النفي. يعني ايه جواه اسلوب من اساليب النفي؟ يعني زي ما حضرتك شايف كده نيشت تدل على النفي، كاين تدل على النفي، كاينه تدل على النفي، تمام. طيب بعد ما حددت نوع السؤال المعنى بقى، في السؤال الاول اللي هو رقم واحد ده بيقول لك فونت عمر ان كايرو، مفيش ولا كلمه تدل على النفي جوه السؤال، فعرفت ان ده سؤال مثبت. هو عمر عايش في القاهره، قال لك في الاجابه اير فونت ان كايرو، هو عايش في القاهره، يبقى الاجابه دي كمان مثبته فهستخدم يا. طيب الإجابة بتاعت النفي قال لك إير فونت نيشت إن كايرو، يبقى أنا فهمت إن الإجابة دي مثبتة ولا منفية يا شباب؟ لا الإجابة دي منفية. طب معنى إن الإجابة دي منفية يبقى أنا هستخدم مين؟ يبقى أنا هستخدم ناين. حلو؟ ده كده في السؤال الأول. طيب لو رحنا للسؤال التاني، لو رحت للسؤال التاني أول حاجة بالنسبة لك حط تحتها خط زي ما حضرتك شايف كده كلمة نيشت. نيتش دي تدل على ايه؟ تدل على النفي. فانا كده خلاص حددت ان السؤال ده منفي. بقول لك فونت عمر نيشت ان كايرو، هو عمر مش عايش في القاهره. طب معنى ان السؤال منفي يبقى انا كده في دماغي انا ما بفكرش غير في اختيارين، يا اما بستخدم ضخ بمعنى بلا يا اما بستخدم ناين. طب امتى استخدم ضخ؟ انا بستخدم ضخ لو الاجابه مثبته، يعني لو الاجابه صح. طب امتى استخدم ناين؟ لو الاجابه منفيه. طب يلا نترجم عربي بقى، فونت عمر مش ان كايرو، هو عمر مش عايش في القاهره. رد عليا في الاجابه الاولى قال لك ار فونت مش ان كايرو، هو مش عايش في القاهره. يبقى انا فهمت ايه دلوقتي؟ بقول لك هو عمر مش عايش في القاهره، قلت لي مش عايش في القاهره، يبقى كلامك دوت معناه ان الاجابه منفيه ولا مش منفيه؟ طبعا الاجابه منفيه، فعلا هو مش عايش في القاهره، يبقى انا في الحاله دي هستخدم 9، تمام. طيب لو جيت لو حضرتك رديت عليا وقلت لي ارفونت ان كايرو، دلوقتي بقول لك عمر مش عايش في القاهره، رديت عليا قلت لي هو عايش في القاهره، معنى الكلام دوت الاجابه اللي حضرتك رديت عليها يا بيها دي اجابه مثبته. طب معنى ان الاجابه مثبته والسؤال منفي يبقى انا هستخدم ضخ. خلاص يبقى ده شرح للجزء ده. في مشكله فيها يا شباب؟ لا تمام. هنحط مثال تاني صغير كده زي كده لما كنت اجي اقول لك ايست دو كاين اوبست، هو انت ما بتاكلش فاكهه، ادي في الاجابه نقط
وراح جاي قايل لك مثلا ابثل وسكت. اس دو كاين اوبسيت، انت ما بتاكلش فاكهه، قلت لي ابثل، ابثل دي يعني تفاحه. ايه اللي انا فهمته؟ مبدئيا انا بمشي بالترتيب، اول حاجه هرتب بيها السؤال ده في كلمه اسمها كاين، يبقى ده سؤال مثبت ولا منفي؟ لا ده سؤال منفي، يبقى انا بفكر في دخ او ناين، يبقى هم دول انا بفكر فيهم. تمام، ده كده نص الاجابه، دخ لو اجابه صح، ناين لو الاجابه غلط. النهارده انا جاي اقول لك هو انت ما بتاكلش فاكهه، قلت لي تفاحه، ايه اللي انا فهمته من ردك ده؟ تفاحه ديت يبقى حضرتك بتاكل ولا ما بتاكلش؟ طبعا طالما رديت عليها قلت لي تفاحه يبقى باكل، يبقى الاجابه دي مثبته ولا منفيه يا شباب؟ مثبت. يبقى طالما مثبته يبقى انا هستخدم في الحاله دي الاجابه مين؟ ضخ. في مشكله؟ لا كم انت عظيم غير محمود. نيجي اللي بعد كده. اللي بعد كده بيقول لك دينياتيون اون بشتمت ارتكل. هنا بدأ يحط لك الادوات بتاعت التعريف وادوات النكره وادوات النفي. لو جيت للادوات طبعا احنا قلنا في المعتاد عندك ادوات المعرفه بالنسبه لك متقسمه المذكر دير، المؤنث دي، الناتوع اللي هو الدس، والجمع ذاته دي. دول كده ادوات التعريف. بدانا نطلع من ادوات التعريف، قلنا بنسويها حاجه اسمها ادوات النكر اللي هي اونبشتينت ارتكل. الدير بتسويها حاجه اسمها اين، الدس بتسويها اين، لكن الدي بتسويها اين. طب الجمع دي ولا ملوش؟ لا قلنا الجمع ملوش ادوات نكر، يبقى انا هنا بالنسبه لي بجيب الاونبشتينت ارتكل. طيب زي ما في حاجه اسمها unbestimmt article، خدنا بعد كده حاجه اسمها النيجاتيون. نيجاتيون اللي هو النفي. لو جيت عند النفي هلاقي حاجه اسمها كاين تستخدم للدير والدس، يبقى الكلمه ذات الدير او دس تتنفي ب كاين، وعندي كاين تستخدم للدي المؤنث والدي الجمع. يبقى انا هنا بالنسبه لي تحديد الادوات مهم جدا. تمام، في مشكلة يا شباب؟ لا تمام. طبعا الأدوات ديت الأساسية بالنسبة لي اللي هو الدير والدس والدي، قلنا دول لازم حضرتك تحفظهم، يبقى دول معتمدين على الحفظ. طب إيه اللي ممكن يتفهم؟ قلنا اللي يتفهم الوحيد الجمع، إن أنت حضرتك لو حفظت المفرد ولاحظت تغير في الكلمة أو إضافة في الكلمة يبقى أنا عرفت إن الكلمة دي اتحولت لجمع. هنا مديني سؤال بيقول لي ايست داس اين بيرن، حاطط لك قبل كلمه بيرن الارتكل بتاع بيرن دي، فشال لك الارتكل دي وحط لك الارتكل مين؟ اين، لان الدي بتساويها اين. طبعا ده معتمد على الحفظ. قال لك ناين في الاجابه داس ايست كاين ابل. هنا بيشرح لك حاجتين، ان انا استخدمت كاين ان بيرن اداتها دي، وكمان الحاجه الثانيه ايه الفرق اصلا ما بين كاين ونشت، ودي برضو معلومه من المعلومات اللي نحب نفتكرها سوا. كاين وكاين قلنا بيجي بعدها الكلمات ليها ادوات، ان كاين هتحل محل الاداه الدير او الاداه دس. طب كاين هتحل محل الاداه دي او دي الجمع. طب حضرتك نشت ينفع تستخدم قبل الكلمه اللي ليها اداه؟ لا. ليه؟ يعني نيش لما كنا بنتكلم عليها تمام قلنا نيش دي بتستخدم لنفي الصفات، الضمائر، اسم العلم، ادوات التعريف لو اتذكرت واتكتبت يبقى انا همشي بنيش. الملكيه، الصفه، اللون، ظرف الزمان، ظرف المكان، يبقى انا هنا بالنسبه لي ده استخدام خاص بنيش. تمام، نيجي للسؤال اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده بيقول لك هاست دو اينن بلوفر. قلنا من شويه ان كلمه بلوفر الارتكل بتاعها الاساسي دير. قال لك هاست فاعل، دو فاعل، يبقى البلوفر هنا تحول لمفعول، يبقى يتحول الارتكل من دير لمين يا شباب؟ لدن. طب طالما الدير اتحولت لدن يبقى انا في النكره هقول اين ولا اينن؟ لا طبعا هقول اين. طيب في اسلوب النفي في حاله ان انا هنفي يبقى انا في الحاله دي هلجا ل
قائم. يبقى أنا هنا بالنسبة لي بتكلم على أدوات التعريف والاستخدام بتاعها. في مشكلة يا شباب؟ لا لا تمام تمام. مستر اتفضل. أنا عندي سؤالين في المواقف، ينفع دلوقتي ولا دلوقتي جرامر بس؟ طيب يا أحمد، إحنا دلوقتي ماشيين بالترتيب، أنت بس عشان دخلت متأخر فما خدتش بالك من اللي إحنا قلناه في الأول. إحنا دلوقتي أيوة ماشيين، أنا مش فاهم حاجة بجد. ده ورق المفاهيم اللي نزل، تمام؟ تكملة للمفاهيم اللي إحنا خدناها قبل كده. حلو؟ بعد ما نخلص ورق المفاهيم، إحنا مشينا بالترتيب، كانت الناس عايزة كام جزء؟ ورق المفاهيم، في حد عايز الروابط، وبعد كده حضرتك يعتبر قلت أنا عندي سؤالين في الموقف. فأنا هخلص الجزء ده وأقدر أسمعك عادي جدا. تمام. ماشي، أوكي. نيجي معلش يا شباب نكمل مع بعض. نكمل مع بعض. هنا بدأ يزود لك الأجزاء بتاعة الجرامر بحاجة حلوة جدا. بدأ يزود لك أجزاء الجرامر بحاجة اسمها البريتيرتوم والبرفكت. يعني من الآخر كده شرح لك زمن الماضي اللي إحنا كنا بنتكلم عليه قبل كده. بالنسبة لك هنا لما هيجي يشرح لي البريتيرتوم، أول حاجة هاخد بالي منها إن أنا عندي البريتيرتوم دوت معتمد على كلمات تدل على زمن الماضي. يبقى الكلمات اللي قدامي ديت زي فورجسترن وجسترن وهويتي مورجن وتاريخ في الماضي، كل الكلمات ديت دي كلمات تدل على زمن الماضي. طب الكلمات اللي تدل على زمن الماضي ديت حضرتك مستفاد بإيه فيها؟ أنا مستفاد هنا بالنسبة لي إن أنا مجرد ما ألاحظ الكلمات دي عرفت إن زمن الجملة إيه؟ ماضي. تمام؟ فأنا كده هلجأ لشكل من اتنين لازم أشوفه جوه الجملة. الشكل الأول مرتبط بفعلين، يا إما فعل فارن ويقدر يشيل الجملة كلها لوحده، يا إما استخدم فعل هاتن وده يقدر يشيل الجملة كلها لوحده. يعني لو استخدمت فارن مش هحتاج أي حاجة تاني، لو استخدمت هاتن برضو مش هستخدم أي حاجة تاني جوه الجملة. بس الفكرة كلها إن فارن أو هاتن لما يجوا ينزلوا جوه الجملة لازم ينزلوا مصرفين. طيب هنا ساعدني كمان وقال لي إن تصريف إيش هو أرو إس و زي، إيش وأرو إس و زي فار، إيش وأرو إس و زي هاتن. طب إيه اللي أنا محتاج أخد بالي منه؟ أنا اللي محتاج أخد بالي منه هنا إن أنا أحدد المعنى. يبقى أنا لو حددت المعنى النفسي هلاقي إن تصريف فعل فارن لما هاجي أستخدمه هبدأ أقول إن فارن بمعنى كائن، لكن لو أنا هستخدم فعل هاتن فهستخدم هاتن بمعنى كان يملك. يبقى أنا هنا بالنسبة لي الاستخدام هيبقى معتمد في جزء على المعنى. طيب هنا برضو من ضمن الحاجات اللي هو مدهاني راح جاي مديني جملتين عشان ما أنساش. قال لك ماي فاذر هات، بابا كان عنده زمان مرسيدس. بابا كان زمان عنده مرسيدس، دلوقتي بقى عنده الحمد لله الايام اللي احنا فيها. طيب مش مهم. النقطه اللي بعد كده قال لك 2012 نقط ماين كيند دراي ياري اولد. طب العمر دايما بنقول ان العمر لا يمتلك، يبقى وانا بتكلم هنا هقول ان 2012 كان طفلي 3 سنين. يبقى انا هنا بالنسبه لي العمر لا يمتلك فاستخدمت كان ديت ماضي الفعل يكون. طيب في الجمله اللي بعد كده قال لك هويتو است دينستاج، النهارده يكون دينستاج، دينستاج اللي هو يوم الثلاث. جسترن امبارح، امبارح كان يوم ايه؟ كان يوم المونتاج اللي هو يوم الاثنين. تمام؟ في مشكله يا شباب؟ لا تمام تمام نيجي بعد كده قايل لك حاجه اسمها الداس بيرفكت. الداس بيرفكت اللي هو زمن برضو الماضي، بس الشكل الثاني بتاع الماضي اللي هو الداس بيرفكت هو الشكل الثاني ده معتمد على جزئين مش جزء واحد، جزء في اول الجمله وجزء في اخر الجمله. تمام؟
الجزء الأول اللي في الجملة ده بنسميه فعل مساعد. طب مين الفعل المساعد اللي في المنهج؟ فعل اسمه زين وفعل اسمه هاب. أيوه هو النقط اللي أنا كاتبها الصغيرة قوي دي هاب، تمام؟ زي ما هو كاتبه لك هنا كده، يبقى ده كده فعل مساعد. طيب الفعل المساعد ده كده الجزء اللي بيجي في أول الجملة. طب إيه اللي بيجي في آخر الجملة؟ اللي بيجي في آخر الجملة حاجة اسمها التصريف التالت. طب إيه التصريف التالت ده؟ اللي هو الباست بيرفكت. يبقى الباست بيرفكت اللي هو التصريف التالت. معايا يا شباب؟ طيب ننزل بعد كده. احلى حاجه هو بقى عملها معاك بجد، هنا بدا يشرح لك في جمله، كتب لك ده سميتشن الفتاه هات، راح جاي جايب لي هات ده تصريف فعل مين؟ هابن. وراح جاي قايل لك اخر الجمله جشريبن. طب جشريبن دي كتبت في الاخر ليه؟ ان احنا قلنا الفعل اللي في الماضي بيجي في اخر الجمله، يبقى هنا شرح لي الجمله في الماضي. الجمله اللي تحتيها فير هابن واحط لك جيهورد، يبقى احنا سمعنا اغاني. الجمله اللي بعديها ايش هاب دي اوبونجين دي ماخت اودر جيلوست، انا حليت التدريبات او جيماخت عملت التدريبات. يبقى هنا بالنسبه لي قدرت ان انا احدد ان الفعل اللي في الماضي زي ما حضرتك شايف كده بيجي معاه فعل مساعد اسمه هابن، لكن فار المعاطل ما بيحتاجوش اي شريك ليه جوه الجمله. طيب حضرتك هنا الجمل دي مكتوبه كلها بهابن، وراح جاي مديك تحتيها على طول الافعال اللي قدامك دي زي ما انت شايف كده، مديك الافعال في الانفينيتيف، وحضرتك تقدر طبعا تراجع الافعال دي كويس جدا، انتي فورتن يجاوب، اربايتن يعمل، براوخن محتاج، عندك فيندن يجد، فراجن يسأل، فرشتوكن يفطر، جلاوبن يعتقد، جرينن بمعنى يشوي، هوغن يسمع، كوفن يشتري، كينن يعرف، كوخن يطبخ، كوستن يتكلف، عندك لاخن يضحك، ليبن يعيش، ليرنن يتعلم، وكمان كاتبهم لك وهم في الماضي. يبقى أنا الشكل الأول ده infinitive فعل في المصدر أصل الفعل بدون تغير، الشكل البي بي اللي هو التصريف الثالث اللي هو الباست بيرفكت زي ما حضرتك شايف كده كله بادئ بي جي. طيب الجزء اللي بعد كده ليبن يحب، جليبت ماخن يفعل، ماينن يفكر او يعتقد، ميتن يؤجر، نينن يوضح او يعرف، اوردينن يطلب. يبقى انا هنا بالنسبه لي رجنن طبعا يمطر، زاجن يقول، شيكن يرسل، شمكن اللي هو المذاق او الطعم، وشمكن ناخد بالنا ان هو بيعمل داتيف، شناين يمطر ثلج، شبيلن يلعب، زوخن يبحث، فورن يسكن او يعيش، فونشن يامل، وبرده من الافعال اللي تعمل داتيف. ننزل بعد كده برده مديك جدول كمان، اسن ياكل، هيلفن يساعد، ليزن يقرا، نيمن ياخذ، راتن ينصح، شلافن ينام، شايبن يكتب، شاينن تشرق، تغشن يتحدث، تغفن يقابل، تغنكن يشرب. كده بصراحة يعني لحد دلوقتي هو كده عامل معاك الصح. طيب بدأ يقول لك كمان عشان حضرتك ما تبقاش عبيط، بدل ما حضرتك تحفظ كل الأفعال هو اداك يعتبر جزء كبير جدا وقال لك الأفعال اللي فاتت دي كلها هابن. طب زاين، زاين عند حضرتك مجموعة أفعال، يبقى استخدام زاين بتصرفاته اللي هي بين بست إست زايد زند، لو أي تصريف من اللي قدامك دول جه في أول الجملة وآخر الجملة جاب لك نقط، النقطة اللي في الآخر دي أنا بحتاج فيها فعل اللي في الماضي في التصريف الثالث. حلو، بس الفعل اللي في الماضي في التصريف الثالث المرتبط بزاين قال لك لا ده مجموعة أفعال، أدينا زي ما حضرتك شايف كده أنا هبدأ أحدده. يبقى الأفعال اللي قدامك دي فاغن، جيهن، schwimmen, fliegen, jugen, kommen, laufen, sein, spazieren gehen, wandern, aufstehen, reisen، يبقى دي الافعال المنتميه لزاين وهو كمان كاتبها لك في الماضي. طيب الافعال ديت لو عديتهم 2 4 6 يعني 12 فعل. في افعال تاني غير اللي في الجدول، والله حضرتك راجع
الأفعال المكتوبة عندك gehen kommen fahren fliegen reisen laufen schwimmen reiten وابدأ زود المناصب. طب المناصب يعني رايتن مثلا يركب خيل مش مكتوبة عندك würden يصبح geworden أصبح مش مكتوبة. يبقى لو رجعت الأفعال اللي بتنتمي زين هتلاقي إن في 2 3 4 بالكتير هم اللي مش مكتوبين هنا، يبقى دول هتاخد بالك منهم. غير كده الأفعال اللي قدامك دي هي دي اللي تيجي في الماضي مع زين، أي فعل تاني هينتمي لمين؟ لخبط. خلاص؟ حد عنده سؤال لحد هنا؟ لا. تمام. تعال ننزل تحت كده. هيبدأ بعد كده حاجة اسمها تاجز سايت. تاجز سايت ديت اللي هي بالنسبة لكم أجزاء اليوم. ودي من الحاجات اللي احنا خدناها وكانت سهلة. أجزاء اليوم بالنسبة لك زي ما أنت شايف كده مورجن إم كابيتال فور ميد تاج قبل الظهر. ميد تاج وقت الظهر. ناخ ميد تاج بعد الظهر. أبند المساء ودي نايت. كل أجزاء اليوم هنا بياخدوا أمر وراح جاي قايل لك لكن كلمة نقط تاخد إن دير. حلو برضو إن هو شرحها لك هنا. الفوخن تاج أيام الأسبوع عشان نحافظ أيام الأسبوع وكاتبها لك وقايل لك من أول مون تاج إن هو أول يوم في الأسبوع في ألمانيا. تمام؟ طيب والزامس تاج والسون تاج دول فوخن إن اللي هو الويك إند في ألمانيا. طب كل أيام الأسبوع برضو تاخد حرف جر اسمه إيه؟ أم. يبقى كل أيام الأسبوع الاستخدام بتاعها مع حرف جر اسمه أم. تمام. وكلمة فوخن انت تاخد حرف جر أم. ننزل بعد كده بدأ يقول لك فاس ماخست دو أم زامستاج ماذا تفعل يوم السبت؟ قال لك في الإجابة أم زامستاج بلاي بي إيش لانجا إن بيت دان جي إيش إن دين كلوب. والله هنا اللي أنا أقدر أستفاد منه في الجملة دي أقدر أستفاد إن يوم من أيام الأسبوع استخدمت حرف جر أم. تمام. وكمان هنا علمني حاجه مهمه ان دان بمعنى ثم واخر حاجه قال لك ان دين كلوب. لما قال لك جه دي بمعنى يذهب يبقى حرف الجر اللي عند حضرتك اللي بمعنى الى اللي انت محتاجه قال لك ان هو بيعمل حاله اسمها حاله الاكوستيف لان كلوب اداته دير والدير هنا اتحولت لي دن ففكرك بحاله الاكوزاتيف وان حرف الجر ده بمعنى الى. يبقى ده برضو حاجة تفيدني في حالة ان انا بنسى حرف الجر ايه. طيب اللي بعد كده مديك حاجة اسمها adverbian. adverbian اللي هو زي ما حضرتك شايف كده حرف او الجزء الخاص بكلمة يد. خدنا كلمة يد بمعنى كل وزي ما انتم شايفين يد ديت لما جينا اتكلمنا عليها في السيشنز قلنا عندنا ان يد بتاخد حاجه اسمها نهايه اداه الكلمه. يعني والله النهارده الشباب اللي فتح المايك يا ريت يقفله. يد قلنا بتاخد نهايه الارتكل بتاع الكلمه زي ما انتم شايفين كده. يعني مثلا كلمه يار انا هبدا بالسهل الاول يار اداتها دس فاستخدمنا يدس. نخت اداتها دي فاستخدمنا يد. طب ليه استخدمنا يدن؟ يدن ديت الكلمة اللي أداتها دير وتحولت لدن في الأكوزاتيف. تمام؟ يبقى عشان كده بيقول يدن مونتاج أو يدن تاج لأن يعني الكلمات ديت بمعنى كل وأداتها دير وتحولت لدن في الأكوزاتيف. طيب بيقول لك يدن تاج بتساوي كلمة اسمها تاجليش يعني يوميا ودي جاتش امتحان السودان. هويت بمعنى النهارده مورجن بمعنى غدا اوبر مورجن بمعنى بعد بكره. الحاجات دي بتفيدني في التكست لما يجي يقول لك حفله عيد الميلاد يوم السبت مثلا عيد الميلاد يكون فور جسترن اول امبارح. عيد الميلاد ممكن يبقى في يوم لكن الحفله معموله في يوم تاني. الحاجات دي بتفرق في التكست. يقول لك يدن زونتاج بزوخت ليلي يا غوس الترن. هنا والله جمله برضه اقدر استفاد منها في ايه؟ زي ما حضرتك شايف كده ايري غوس الترن كل يوم حد بتزور ليلي اجدادها هي. يبقى هي يعني زي في الملكيه بقت اير جروس الترن اداتها دي فحطينا بدل الاير اير لان يعني الملكيه مرتبطه باداه الكلمه. كل حرف مكتوب انت تقدر ان انت تحط منه قاعده او شرح ليك يفيدك.
بعد كده مديك المناطق الشهور والياردز سايتن وفصول السنه، ودي موجوده عند حضرتك في الملزمه اللي انت خدتها الاخيره، هم مكتوبين ومقسمهم لك، وانا كنت مقسم لك كل شهر ينتمي لاني فصل من فصول السنه تقدر ان انت ترجع لها. عندي بعد كده حاجه اسمها البيغوفه اللي هو المهن او الوظائف، بدا يسالك باس زند زي فون بيغوف او باس ماخن زي، وظيفه حضرتك ايه؟ قال لك في الاجابه ايش اربايت اولز، يبقى مع الوظائف او قبل الوظائف استخدم حرف الجر اولز، زي ما انت حضرتك شايف كده ايش بين جورناليست، ايش بين كاوف غاو اللي هو بياعه، وعندي كلمه زي كلمه ارتستن يعني دكتوره. تمام؟ يبقى انا هاخد بالي من الجزء دوت. شورت سايت يعني في الوقت الحالي. تمام؟ وكاتب لك مجموعه من الوظائف، وقال لك هنا كلمه اسمها اربايت سلوس بمعنى عاطل او فاقد للعمل. تمام؟ ايش ستودير نخ، يبقى انا ما زلت بدرس، وانفورماتيك اللي هو علوم او حاسبات ومعلومات او علوم الحاسب. نيجي بعد كده قال لك المودال بريفيزاتسيون، بدا هنا يعتبر نفس الفكره اللي احنا اتشرحت قبل كده، بس يزود حاجات بسيطه قوي. حرف الجر مت، قال لك ان حرف الجر مت بيعمل داتيف زي ما انت شايف كده دم، وحاطط لك جزء من وسائل المواصلات زي تسوج وبوس وتاكسي، قال لك دول اداتهم دير وداس تحولوا لدم، الكيفا اداتها دير برضه تحولت لدم، وبان اداته دي تحولت لدير، استغاثم بان دي تحولت لدير. طيب عندي بعد كده حرف جر ناخ يجي مع مدن بلاد قارات اتجاهات بدون اداه، قوم يجي مع الساعه، وميت دام يبقى انا هنا بالنسبه لي بيوضح لي ان انا بالنسبه لي كل الاستخدامات المرتبطه بحرف الجر. طيب هنا بقى كده مدير لوفت هانزا، لوفت هانزا شركه طيران، وقايل لك ان لوفت هانزا دي بالنسبه لك اداتها دي، والدي هتتحول لي دير. النقطة اللي بعد كده بيقول لك ايش اربايت زايت ميت يولي الز تليفونست، هنا قايل لك ايه بالظبط؟ بيقول لك حضرتك ان انت عندك حرف الجر الز يستخدم قبل الوظائف، وعندك تعبير اسمه زايت ميت يعني من منتصف شهر كذا. تمام يا شباب؟ يبقى هنا قدرت ان انا نوضح شوية حاجات صغيرة. طيب لما يقول لي ايش اربايتر، انا بشتغل ان اينم، ايه اللي انا اقدر استفاد منه هنا؟ اللي اقدر استفاد منه هنا لما يقول لي ان اينم، انا كده كده حرف الجر ان هيكون هنا بمعنى ايه؟ هيكون هنا بمعنى في. حلو؟ وكول سنتر بدا يقول لك ان الكول سنتر هتتحول لحاله اسمها حاله الضطيف. فانا هنا بالنسبه لي لما هاجي احدد الارتكل، تمام؟ هحدد الارتكل لنفسي زي ما انتم شايفين كده بتاع كلمه كول سنتر، وهكتب لنفسي حرف الجر ان اللي بمعنى فيه، هيعمل حاله اسمها حاله الضطيف. طب لما يعمل حاله الضطيف هيحول الارتكل دس في الضطيف لمين؟ لدم. يبقى هنا شرح لي ان ان اللي بمعنى فيه عملت الضطيف عن طريق فعل اربايت اللي بمعنى يعمل، يبقى انا استخدمت ان اللي بمعنى فيه عملت الضطيف.